السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي نقدر نغير حجم أي صورة، إزاي نقدر نغير أي حجم أي صورة عن طريق ثلاث برامج، برنامج منهم أساسي في أي ويندوز، برنامج منهم اللي هو الفوتوشوب، برنامج تبع مايكروسوفت أوفيس اللي تقريبا كل الأجهزة موجود عليها البرنامج دوت. اول حاجة عايزين ننوه ان احنا شرحنا حاجة على المدونة، ان احنا لو بحثنا عن كلمة صور هنلاقي ازاي تبحث عن صور جوجل باحترافية، او تبحث عن صورة عن طريق صورة عندك بس انت عايز تجيب منها حجم مختلف. انت صورة مثلا عندك بس حجمها صغير، عايز تجيب منها صورة الحجم الاكبر منها، تبدأ تبحث عنها في جوجل، بتظهر لك نفس الصورة ولكن باحجام مختلفة دوت، عشان لو عايز تبحث عن صورة معينة بأحجام مختلفة. خلينا نشرح ازاي تغير حجم اي صورة. اول حاجة احنا هنشرح التلات برامج دول، البينت واللي هو برنامج الرسام اللي موجود عند كل المستخدمين للويندوز، وادوبي فوتوشوب سي سي او سي اس اكس او سي اس 5 او سي اس 4 نفس الطريقة، والمايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر. تمام، اول حاجه هو برنامج البينت. كل اللي عليك انك انت بتكتب في قائمه ستارت هنا في البحث بينت، تمام، بيظهر لك برنامج البينت، بتضغط عليه او الرسام. اول حاجه بتضغط عليها هي الزرار دوت او الريسايز، ريسايز تمام، يا اما هتكون مكتوبه ريسايز يا اما هتكون موجوده هنا في الهوم. هنا بيبدا يظهر لك الصوره بتاعتك. اول حاجة خلينا نجيب الصورة الاول، هنضغط على اوبن عشان نختار الصورة، مثلا الصورة دي، صورة زي ديت معانا. خلينا نقول له ريسايز عشان نغير الحجم، ونضغط على بيكسلز، نضغط على البيكسلز. اول حاجة انا بيقول لك حجم الصورة 1024 × 768، 1024 × 768. طيب لو غيرت القيمة دي خليتها مثلا 2050 مثلا، هيبدأ القيمة تحت تتغير اوتوماتيك بنفس النسبة، بحيث الصورة تفضل الطول نسبة الطول الى نسبة العرض واحدة، تمام، نفس النسبة. طيب لو انت عايز تغيرها مثلا، ما انتش عايز يكون بينهم نسبة وتناسب، او مش هتفرق معاك ان الطول يبقى غير العرض، بتبدأ تضغط تشيل علامة الصح من هنا، وتبدأ تكتب القيمة اللي انت عايزها 1024 مثلا، وتحت تكتب 600 مثلا. اوكي، هتبدأ الصورة تظهر لك بالحجم بالشكل دوت مثلا. طبعا ليه هي تحس انها ممطوطة او ممدودة من الطرفين؟ عشان احنا غيرنا الحجم بتاعها بشكل غير متناسب او غير متناسق، تمام، عشان احنا شلنا علامة الصح ديت. لو سيبنا علامة الصح ديت اي ارقام هنغيرها هيطلع فيه نسبة وتناسب، والصورة هتطلع بنفس الجودة. خلينا مثلا احنا عملنا الصورة بالمنظر دوت، عايزين نحفظها، نضغط على الايكون هنا، وبنضغط على سيف از او سيف، ونضغط على سيف از عشان نغير او نحط الصورة في مكان مختلف. لو ضغطنا على سيف هيحفظ نفس الصورة، هيشيل الصورة القديمة ويحط الصورة الجديدة ديت اللي احنا غيرنا حجمها، ولكن لو ضغطنا سيف از هيحفظها كصورة جديدة. وطبعا هنا ممكن انت تختار نوعية الصورة، البي ان جي او الجي بي جي او الجي اي اف او اذر فورماتس، يعني انواع اخرى، والاشهر هو الجي بي جي والبي ان جي. خلينا نحفظها بصيغة بي ان جي، نكتب اي اسم مثلا وليكن، نضغط سيف. الصورة زي ما انتم شايفين كده اتحفظت معانا بالمنظر ده كده. دوت اول برنامج معانا او اول تطبيق. خلينا نخش على التطبيق التاني، هو المايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر. طبعا ممكن برضو تكتب هنا مايكروسوفت،
لو كتبت مايكروسوفت بيكتشر مانجر زي ما احنا بحثنا طلع لنا البرنامج اهو. نبدأ نضغط عليه البرنامج وهيفتح لنا الواجهة ديت. هنختار هنعمل فايل ونفتح اد بيكتشر. اول ما بتضغط اد بيكتشر هتضيف الصورة اللي انت عايزها، يظهر لك الشكل ده. ازاي نعدل على الصورة؟ هنضغط اديت بيكتشر من فوق او تعديل الصورة، اديت بيكتشر او تعديل الصورة. هنا هنضغط على ريسايز او تغيير الحجم. هنا بقى هنبدأ نكتب يا اما نسبة مئوية، نحددها ونكتب نسبة مئوية. الصورة طبيعتها انها بتكون 100%. لو احنا قلنا لها 150% الصورة هتبدأ تكبر، قلنا لها 90، قلنا لها 50% الصورة هتبدأ تقل، قلنا لها 40% هتبدأ تقل، وهكذا بنسبة مئوية معينة. او هتحط لها طول وعرض مناسبين. ولكن في برنامج المايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر لازم يكون في نسبة وتناسب. يعني انت غيرت هنا الرقم خليته مثلا 1500، لازم اللي هنا هيتغير تلقائي لوحده. لو عملت اوكي هيطلع نفس النسبة والتناسب، وهنا هيتغير بنسبة تلقائية. تمام، بنقفل عادي خالص. واول ما يظهر لنا الايكون ده بنضغط سيف عشان نسيب الصورة اللي احنا عملناها، انا مش هحفظها. خلينا نخش في البرنامج التالت، هو الادوبي فوتوشوب، سواء كان سي سي او سي اس اكس او سي اس 5 او اي اصدار من الفوتوشوب، هي نفس الطريقة. الصورة فتحت معنا بالشكل ده، هنبدأ نضغط لها ايمج ونضغط ايمج سايز من هنا. طبعا لو احنا عايزين نفتح الصورة بنضغط فايل اوبن او كنترول او، الصورة هتفتح معنا. نبدأ نضغط ايمج ايمج سايز من هنا، هيبدأ يظهر لنا النافذة ديت. النافذة ديت بيبقى فيها من الخطوتين، هي بتكون كده في الاول هنا بالبيكسلز او بالسنتيمترز اللي انت عايزه، لو انت عايز تغيرها بالسنتيمترات او بالبيكسلز، ودولت اشهر حاجتين بيشتغل عليهم. بتحدد هنا القيمة اللي انت عايزها، وليكن 1500. القيمة اللي تحت بتتغير معك تلقائي، لان عشان يفضل عامل نفس النسبة والتناسب بالمنظر ده. اعطى نفس النسبة والتناسب. لو عملنا ايمج وغيرنا ايمج سايز، لو شلنا العلامة ديت عن طريق الضغط هنا بس، تمام، او في بعض الاصدارات هتلاقي موجود هنا ايكون هتشيل منها علامة الصح، وهتلاقي تشيل معاك الموضوع ده وما تربطوش ببعض. خلينا نكتب هنا مثلا، نخليها بالبيكسلز ونكتب هنا مثلا 2000. هنلاقي النسبة اللي تحت ما اتغيرتش، والصورة هيبقى شكلها بالمنظر ده كده، هتبقى طويلة. خلينا نلاحظها ونشوفها. الصورة بدأت بالمنظر ده، 2000 هايت، والواتس اللي احنا كنا حاطينه بتاعنا. يعني خلينا نضغط ايمج سايز، احنا كنا حاطين ويدز 800، كنا حاطين هايت 800 وعملنا الويدز 200 مش 2000. لو عملنا الويدز 2000 الويدز هيكبر جدا، والهايت لانه قصير فهيعمل دروب. يدينا حاجة بالمنظر دوت. طيب احنا عايزين نغير الحجم دوت وعايزين نسيف، على كده بنضغط فايل سيف از او سيف. لو انت هتخلي الصورة، هتشيل الصورة القديمة وتحط نفس الصورة، وتحط الصورة دي بعد التعديل. وسيف از لو انت عايز تسيب الصورة القديمة وتحفظ صورة جديدة. تبدأ تحدد الصيغة اللي انت عايزها، سواء كانت جي بي جي من هنا او بي ان جي من هنا. خلينا نحفظها بي ان جي ونكتب اي اسم ليها، وليكن في المنظر ده 1 مثلا. نضغط سيف، نضغط اوكي. كده الصورة اتحفظت معانا. لو قفلنا البرنامج الصورة بدأت تتحفظ معانا بالشكل ده. وبكده يبقى احنا قدرنا نغير الحجم بتاع اي صورة عن طريق 3 ادوات او 3 طرق او 3 برامج، منهم برنامج اساسي موجود عند الكل، منهم برنامج الفوتوشوب سي سي بالنسبة للفوتوشوبر او للمصممين للديزاينز، وبرنامج مايكروسوفت اوفيس مانجر دوت برضو بيكون متاح لناس كتير. لو عجبكم الفيديو ياريت تتابعونا على صفحتنا على الفيس عن طريق ضغط اعجبني من هنا،
او تضيفونا لدوائركم على جوجل بلس، وتشتركوا على قناتنا على اليوتيوب عن طريق الضغط على الزر من هنا، وتتابعونا على صفحتنا على تويتر او تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.